طلعوا لنا هيك السفن وقالوا لنا روحوا خيو انتوا جماعه ما بالبقى لكم تعيشوا بهالبلد. انا اذا بدي هلا اشتري موبايل حقه 10 ملايين و500 سكتنا، قلنا خلاص صارت الموبايلات حلم للبني ادم. بلا ترقدوا على واي فاي، على واي فاي يا زلمه، لك واي فاي مو هيك بتجيبوا مصاري، بتجيبوا من الكبار مو بتجيبوا مننا نحن. المودم بكره بقول لك جمركته 130,000 150,000. لك يا اخي ليش انا بطلع 150,000؟ انا بدي احط ايجار بيت، الارتفاع في المواد اللي بدي اكله. اليوم الايجارات ما راح احكي على الايجارات ابدا، يعني من كل المحلات خنق 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 خنق. ايش بدكم؟ لك يا رجل اقسم بالله ما بعرف، يعني عم نتعاقب نحن ايش عم يصير فينا؟ ايوه زعجينكم شيء نحن بالبركه؟ زعجينكم شيء؟ زعجينكم والله وحاسين حال يعني حاسين ضيوف تقال؟ طالعوا لنا هيك السفن وقالوا لنا روحوا خيو انتوا جماعه ما بالبقى لكم تعيشوا بهالبلد. هذا لجوع، يعني إلى كتير كتير جوع، فحضروا حالكم. هذا الدم بيطلع غبرة على بطن عسكري موجود على الجبهة.